احلى طابور على قلبنا، ده احلى طابور في مصر. هتعمل الفيلم ده؟ هتعمله. كان لازم اعمل الفيلم ده. ايوه يا محمود حميده حبيبي، الراجل ده اصلا فايتر، بيمرني ازاي الايد تبقى صح. انا مستني حد يقول كات وهو ما بيقولش كات، فاحنا بنموت بعض. الشباب هم اللي لازم يبقوا منورين. الناس دول روحهم حلوه. احنا في برنامج والله، بس احنا جايين نتبسط. هتتكلم زي احمد كده؟ ايوه. واحده واحده بقى هنا. شيلوا مسؤولياتكم بقى. كنت من اكتر الناس اللي سبت نفسي على الاخر بقى.